بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو دوت مهم لكل واحد بيفكر يشتري ببغبغان. دلوقتي بقى منتشر وبقى في ناس كتير بتحب تشتري ببغبغات نتيجة تحديدا احنا دلوقتي بنتكلم على مصر، لان في مصر دلوقتي انتشر تفريخ الببغاوات بشكل عام. دلوقتي بيتفرغ في مصر الكاسكو، وده كتير جدا جدا، في كذا حد بيفرغ كاسكو في مصر، وفي دلوقتي المكاو كمان في ناس بتفرخه في مصر، والكوكاتو تقريبا على ما اعتقد في حد برضه بيفرخه في مصر. فدلوقتي تفريخ الببغاوات خلى انتشارها اكتر وبيعها اسهل. في الفيديو دوت هنتكلم عن احد جيراني في المكان اللي انا ساكن فيه، دخل البلكونه بيفتح لقى ببغان مكاو. تخيل انك تفتح كده تلاقي ببغاء مكاو قدامك، وهو مش مربي عصافير ولا مربي ببغاوات ولا اي حاجه، وما عندوش المعلومات فيها كفاية، او ما عندوش معلومات ومش عارف ايه ده. هو بس عارف ان ده ببغاء ملون دخل البلكونة لقاه. قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت عمر تزورني في القناة اتمنى ان انت ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، علما بان ان شاء الله القناة ديت بمجرد وصولها لمية الف مشترك هنوزع او هنعمل سحب على ببغاء ببلاش، وان شاء الله القناة التانية الاساسية اللي هي محب عصافير الكوكتيل بمجرد وصولنا 500 الف مشترك هيكون في سحب على ببغانين ببلاش. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض، يلا بينا. الموضوع ببساطة هو انت دلوقتي لو بتفكر تشتري ببغان لازم في حاجات تاخدها في اعتبارك. الببغاوات ذكية جدا جدا، بتقدر ان هي يعني هي لو هو عايز يهرب او هو عايز يخرج هيبقى عارف فين الشباك وفين الباب وفين الاماكن اللي ممكن يخرج منها، وممكن يخرج علشان هو تايه لمجرد ان هو تايه. بس تبقى عارف دايما ان انت لو لا قدر الله تاه منك ببغاء زي اللي حصل مع الناس او مع احد جيراننا التانيين برضو، وده اللي هعرضه لكم في الفيديو ده برضو، لازم تكون عارف ان الببغاوات دي ما بتقدرش ان هي تطير مسافات كبيره. ببغاوات زي مثلا مكاو لو هو مش متعود ان هو بيطير وجناحاته قويه هتلاقيه غالبا في المحيط بتاعك. اللي حصل كالاتي، زي ما احنا شفنا مع بعض وشايفين دلوقتي ديت الصوره بتاعت الببغاء ده لما دخل احد جيراننا ولقاه في البلكونه. بعد كده نزل بوست كتب فيه ان هو لقى الببغان ده في البلكونه، وصاحبه اللي يعني اللي يعرف يعني صاحب الببغان ده او اللي يعرف الببغان ده مواصفاته او اللي يعرف الدبله اللي في ايده باسم ايه يجي ياخده. فبعد كده لما كتب على الجروب، فانا كتبت قلت له، كتبت له انا كومنت الجروب بتاع الكومباوند اللي انا ساكن فيه، فانا كتبت له على الجروب قلت له، كتبت له في كومنت قلت له ان هو ممكن يمسكه ويشوف الدبله اللي في ايده. الدبله بيكون عليها رقم اللي مفرخ الببغان وبيكون عليها رقم الببغاء، لان الببغاوات لما بتتباع بتترقم. فانت المفروض لما يكون عندك ببغاء تاخد رقم الاسوره اللي في ايده، تاخد رقم الببغاء ده الفرخ رقم كام، لان دايما يعني الفرخ مثلا لو في مثلا 10 فروخ بيخرجوا في السنه، في ناس بتكتب مثلا تفريخ مثلا بتكتب 2019 اللي هي سنه التفريخ، بعد كده ده فرخ واحد، بعدين اتنين تلاته اربعه، علشان يبقى عارف كل يعني كل واحد بيرقم الببغاء، ورقم تليفون الشخص اللي مفرخ. ففي ناس لما الببغاوات بتضيع بيتصلوا برقم التليفون ده وبيرجعوه للمربي الاساسي، ودايما لما بيبقى في حد بيشتري ببغاء بيكون دايما يعني في تواصل مع، لو الببغاء ضاع بيكون في تواصل مع المربي الاساسي. فدوت مش دوت اللي حصل، انا كتبت له قلت له ان هو ممكن لو ما لقاش صاحبه يعمل كده. بس الحمد لله هو الببغاء دوت اللي حصل ان هو كان طاير من جيرانه اللي مثلا يبعدوا عنه مثلا حوالي 800 متر او 900 متر، يعني هو شارع كده، هو في اتجاه الشارع في الاتجاه التاني من الشارع. هو طار عدى كده ما لقاش، يعني هو لقى عماير في الوش، طلع في العماير دي لقى اول بلكونه طلع فيها ووقف وما كانش قادر يطير. حتى فضل واقف فتره، فضل لحد ما اصحابه عرفوا من الجروب ونزلوا وجم واخدوه، فهو اخد وقت كتير قوي في الفتره دي. فدايما حته الببغاوات دي يعني مش اول ما تلاقي حاجه زي كده جات لك تقول ده رزق ده بتاعي، طبعا الكلام ده ما يصحش. الببغاوات تحديدا بيكون سعرها غالي، اصحابها بيتاذوا نفسيا جدا جدا، مش هقول لك عشان سعرها بس، الببغاوات دايما بترتبط باصحابها وهم بيرتبطوا بيها بشكل قوي جدا. فاوعى في يوم من الايام ان انت اول ما يجيلك ببغاء تقول ده بتاعي خلاص ده رزق ده بتاعي، يعني الموضوع ده ما يصحش. زي ما قلنا هو الراجل محترم كتر الف خيره، اول ما لقى كده لا كل يعني اول ما اعلن عن الببغاء نص ساعه كانوا اصحابه جايين، كان طفل صغير كده زي ما شفنا، اول ما حط ايديه الببغاء طلع له، فخلاص ده بتاعه وحافظه وطبطب عليه وخده ومشي بيه في الشارع. فهو دوت متدرب على كده ومتعود على كده، يعني متعود على صاحبه. فدايما يعني الفيديو دوت كان مجرد نصيحة، اتمنى لو اي حد لقى ببغان يعمل زي ما قلنا يشوف الاسورة، ولو عندك ببغان ومكانك مفتوح او المنطقة اللي انت ساكن فيها مفتوحة في جنينة او حاجة ومش عارف ان انت تحافظ عليه، للاسف هتضطر ان انت تقص له جناحاته، طبعا تقص بس الريش طويلة بتأثرها عشان ما يعرفش يطير ويقلب مسافات عليه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.